قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني اليوم الاثنين بالرباط في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن الحكومة وضعت تفعيلا لتوجيهات الملكية السامية برنامجا استعجاليا لمواجهة مشكل الخصاص في الماء، يهدف بالأساس إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة المناطق التي تعتمد في الغالب على مصادر مائية تتسم بالهشاشة، بالإضافة إلى تأمين السقى للأشجار المثمرة. هذه استراتيجية فيها عدد من المحاور. اولا غادي نزيدوا سياسه السدود، غادي نزيدوها 3 سدود كبرى و10 سدود متوسطه او صغرى سنويا، هذا الشيء غادي نستمروا فيه هذه الحكومه. ثانيا غادي نديروا تحليه مياه البحر، والان هناك برنامج ديال عدد من المحطات ديال تحليه البحر، واحده في اكادير، في الداخله، في الحسيمه، وهكذا على طول الشواطئ ديالنا ان شاء الله في المستقبل. غتكون معالجه المياه العادمه، هذيك المياه العادمه راه كتعالج، واعاده الاستعمال ديالها في مثلا سقي المناطق الخضراء. وايضا خصنا نقلصوا التبذير فيما يخص الماء وخصوصا في القطاع الفلاحي. احيانا كيكون اما القنوات ما مصوباش مزيان ولا شي حاجه، هذا ايضا ملف خصنا نشتغلوا عليه. رئيس الحكومة أوضح كذلك في معرض رده على سؤال عادي حول القطاع غير المهيكل أن البرنامج الحكومي يقترح اعتماد وتفعيل استراتيجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني بشراكة بين القطاعين العام والخاص.